بسم الله الرحمن الرحيم. أطل عليكم اليوم من قناة عبود للزراعة، وسنشرح اليوم كيفية زراعة غراس الزيتون الصغيرة وتحويلها من الأحواض إلى الأكياس لتنمو في العام القادم، وبعد تجذيرها وتجذير العقل لدينا اليوم مجموعة من النباتات أو من عقل الزيتون، وسأريكم بشكل عملي وتعليمي طبعا عن كيفية خلع أو إزالة العقل ووضعها في أكياس صغيرة وزراعة رعايتها في السنة القادمة و من ثم تنزيلها إلى الأسواق. كما ترون وبعد التجربة ثبت بدليل قطعي بأنه غراس الزيتون الصغيرة وفي الأكياس تنجح في البيوت البلاستيكية، لأنها تبقى تعمل خلال فترة الشتاء وفي الربيع. لذلك أنصح المزارعين بأن يضعوا الشتلات الصغيرة أو الغراس الصغيرة بعد التعقيل في بيوت بلاستيكية، وهي للحماية وليست بيوت بلاستيكية نظامية، وإنما بيوت بلاستيكية لحمايتها من صقيع الشتاء. كما ترون هذه الشتول هي غراس العام الماضي، غراس العام الماضي، وسأقوم بزراعتها. الموعد الرسمي لي زرع العقل أو أخذ العقل من الحوض، نعتبر هذا حوض، هذا نعتبره حوض كما ترون، إزالته أو زراعة العقل من الحوض تبدأ في نهاية الخريف وكل أوقات الشتاء وبداية الربيع، وبداية الربيع لأن النبات يكون في حالة شبه ثبات، شبه ثبات. ويفضل أن تزرع في بيوت بلاستيكية، يفضل للفلاحين أن تزرع في بيوت بلاستيكية. وسأقوم بخلع أو سأقوم بنزع هذه الشتول وزراعتها بعد أن قمت بإعطائها الماء حتى لا تتخرب جذورها، حتى لا تتخرب جذورها. سأريكم جذور العقلة كما ترون، وسأقوم بغسلها لنرى غسل الجذور لإزالة، يفضل غسل الجذور لإزالة العفونة إن وجدت بعض العفونة. إذن هذه غرس الزيتون، سأقوم بغرسها في مكانها، وسأغرس مجموعة من عقل الزيتون. إذن هذه الغرسة كما ترون نحاول تثبيتها، وأنصح أيضا بوضعها في بيوت بلاستيكية، في البيت البلاستيكي، وأنصح أيضا بإنزال الجذر للأسفل حتى لا تكون هناك حركة، لأن الكيس لا يساعده. إذن أقوم بوضع التربة بهذا الشكل، هذه النصبة قمت بزراعتها بهذا الشكل، أقوم بتحريك التربة حتى لا يبقى فراغات هوائية، ثم أزيد بعض التربة. يفضل أيضا أن نضع طبقة من البيتمس للاحتفاظ بالماء، ويمكن أيضا التسميد من الآلة حتى إذا صببت الماء تنزل المواد المغذية إلى أسفل العقلة. أقوم بوضعها في مكانها المستديم في البيت البلاستيكي، أو حتى يجوز في العراء، لكن أنا أقوم بهذا الشكل للتعليم فقط. أيضا نقوم بخلع هذه كما ترون، هذه الغرسة وهذه الغرسة، سأقوم بخلعها وغسلها بهذا الشكل، هذا
إذن هذه شتلة. يفضل أيضا إزالة إحدى الأغصان، يفضل إزالة إحدى الأغصان. إذن هذه كما ترون الجذور نبتت من كل الاتجاهات، انظروا إلى الجذور نبتت في كل الاتجاهات. طبعا تحويل النبتة كما قلت في فصل نهاية فصل الخريف وكل فصل الشتاء وكل فصل الربيع يمكن أن نقوم بزراعة الغراس أو حمل الغراس من مكان الحوض إلى الأكياس، من مكان الحوض إلى الأكياس. كما ترون قمت بزراعتها وحاول توسيطها وإنزال الساق ما أمكن، كمية عالية من الساق حتى تثبت في الكيس، حتى تثبت في الكيس. إذا قمت بزراعة كما ترون قمت بزراعتها، سأضعها هنا وسأقوم بزراعة النبتة الأخرى وسأكمل عملي بعد نشر الفيديو أو بعد إنهاء عملية تسجيل الفيديو. هذه أيضا نبتة كما ترون، أقوم بغسلها لأريكم المجموع الجذري. إذن هذا المجموع الجذري قوي جدا لهذه الغرسة. يجوز أن أقوم بقطع هذا الغصن وقطع هذا الغصن كما ترون، وهي للتعليم حتى تصبح غرسة قوية. إذن هذه الغرسة سأقوم بزراعتها بالكيس وخلال سنة ستصبح، أو خلال أشهر وبعد فصل الربيع ستصبح حتى تصل إلى طول متر ونصف أو متر وعشرين سنتيمتر. إذن الآن سأقوم بغراستها في الكيس بهذا الشكل. طبعا أحدهم يسأل لماذا قمت بزراعتها مع أن مجموعة جذري عالي جدا ويفترض أن يكون الكيس أكبر. طبعا هو كل نبتة بعد زراعتها في الأكياس والحوض فإنها تقوم باختراق الكيس من الثقوب وتحرك الجذور إلى الأرض، ويمكن هنا التسميد، يمكن هنا التسميد. وسأضع بعض السماد الخفيف لها وهو نوع من أنواع أوراق الأشجار ونوع من أنواع البيتمس ومخلفات الطيور، مخلفات الطيور. إذن هذه أيضا سأقوم بتنظيم عملي بهذا الشكل. قمت بزراعتها وأصبح لدي مجموعة، وسأكمل عملي في هذا البيت خلال الفترة القادمة. وقمت بهذا للتعليم، للتعليم. سأقوم أيضا وسأقوم بوضع بعض الأسمدة فوقها حتى لا تفقد الرطوبة، حتى لا تفقد. يجوز وضع أي نوع من نشارة الخشب أو نوع من البيتموس أو أوراق أو حتى مخلفات الأزولة. أنا أضع مخلفات الأزولة أو أي سماد بلدي متخمر، يوضع على السطح بهذا الشكل. أنا أعمل بهذه الطريقة حتى لا يتمسك بالماء ويعطي النبتة الماء لمدة طويلة، لأنه يأخذ من الماء بمقدار 7 أمثال حجم هذا النوع من السماد. سأقوم بسقايتها، ويجب أن تكون سقايتها بشكل أنها تغرق ولمدة مرتين أو ثلاث مرات يسقى حتى تصل إلى الأسفل، حتى يتسرب الماء من الأسفل، حتى يتسرب الماء من الأسفل. كان معكم من ريف حلب عبود عيسى، أشكر متابعتكم وإلى لقاءات أخرى،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.